في عندنا تو تكنولوجيز حقيقه موجودين علشان نقدر نديتكت بيهم الدوبلر. الاولانيه بنسميها كونتينوس ويف دوبلر. فالفكره فيها ان احنا بيبقى في عندنا ترانسميشن ترانسديوسر وفي عندنا ريسبشن ترانسديوسر ومعمولين بانجل بحيث ان هما الاثنين يعني يبقى في عندهم اوفرلاب في ريجن محدده، وهي دي الريجن اللي هي بنسميها السنسيف ريجن، هي دي اللي بقدر اقيس منها. فلما ببعت بده وبستقبل بده، لو في عندي حاجه يعني او حاجه ببعت طول الوقت وبستقبل طول الوقت، لو في اختلاف في الفريكونسي بين الاثنين بقدر ان انا يعني اتعرف عليه من خلال البروسيسور دوت، واقدر اعرضه بحيث ان انا اقدر اشوفه في ديسبلاي او اشوفه في اسمع الفريكونسي بتاعته او وات ايفر. مثال على كده الحقيقه الفيتال دوبلر. الفيتال دوبلر بيبقى هو عباره عن جهاز كونتينوس ويف دوبلر، بيبقى له التراسونيك بروب بالشكل ده كده، بيبقى مكون من تو كريستالز بالشكل ده، بيتحط على بطن الام وبعد كده بسمع من خلاله، بيبقى في عندي هنا سماعه بسمع منها صوت الفريكونسي شيفت دوت اللي انا اللي بين الترانسميشن والريسبشن. الكلام ده بيديني اكشوالي انديكيشن لحركه القلب بتاع الجنين، لان هو بيصور الفلو في قلب الجنين. فبالتالي الطبيب ممكن باستعمال الجهاز دوت ممكن اول حاجه يعني يتاكد ان الجنين يعني بخير ويسمع الصوت بتاع البلاد فلو، ويقدر كمان يتعرف على الهارت ريت مثلا بتاعه بيساوي كام. فالحقيقه هو مفيد جدا الحقيقه. العيب بتاع الجهاز الكونتينوس ويف دوبلر او الهاردوير بتاع الكونتينوس ويف دوبلر ان هو ما بيديليش رينج انفورميشن. رينج معناها الدبث، انا مش عارف هو فين، يعني ممكن هنا جوه السنسيتيف ريجن ممكن يبقى عندي الاوبجكت هنا 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 هنا، يعني ما بقاش عارف فين هنا بالظبط. انا دلوقتي بيجي لي سيجنال بسمعها مثلا بس مش عارف هي جايه لي منين بالظبط. بس الحقيقه الميزه الاساسيه بتاعته ان مفيش عنده اي ليميتيشنز في الاكيوريسي، سواء كان بالنسبه ما عندوش اي ليميتيشن على الماكسيمم فيلوسيتي اللي يقدر يقيسها، ولا الاكيوريسي بتاعت الفيلوسيتي اللي انا بقيسها بتساوي كام. فالحقيقه هو في ميزه وفي عيب، وطبعا الابلكيشن الاساسي بتاعه في الفيتال دوبلر الحقيقه بيبقى مفيد للغايه. والحقيقه اجهزه الفيتال دوبلر ما هياش غاليه، حتى ممكن تبقى سعرها يبقى محدود جدا، اقل بكتير من الاجهزه بتاعت التصوير يعني. فالحقيقه ده جهاز مفيد جدا ومستعمل الحقيقه بكثره يعني. في الاجهزه بقى اللي هي الكبيره بتاعت الالترا ساوند، اجهزه التصوير بالموجات فوق الصوتيه، بيبقى في عندنا حاجه اسمها بالس ويف دوبلر. البالس ويف دوبلر ده بيبقى بيسكلي ببعت بالترانسديوسر الترا سونيك ويف وبختار منطقه معينه. انا هنا بدي اليوزر انترفيس كده بالشكل ده، اسمح له ان هو يحدد منطقه معينه، هي دي المنطقه اللي انترستد يشوف ايه اللي بيحصل فيها. فالمنطقه دي انا باخدها وبرسم هنا كده، يعني باخد منها سيجنال اولا وبروسس السيجنال دي واطلع كيرف كده عباره عن في الفيرتيكال اكسس هنا عندي السرعه بتساوي كام، وعلى الهوريزونتال اكسس ده بيبقى التايم اكسس، وده بيبقى اكشوالي بيبقى ماشي كده زي الاي سي جي كده، بيبقى ماشي بشكل يعني بتبقى ريل تايم، ببقى شايف انا الكيرف ده ريل تايم. فهنا اكشوالي انا بشوف مثلا البلسيشنز بتاعت الدم، يعني هنا مثلا بيحصل مثلا سيستولي مثلا يحصل انقباض للقلب مثلا، بشوف ان السرعات بتزيد وبعد كده بتقل، تبقى في الدايستولي في المنطقه دي. فانا بشوف الشكل بتاع الويف دي بيبقى مهم بالنسبه لي علشان اشوف الفلو ده ماشي كويس ولا مش ماشي كويس. ولو في اي مشاكل بتحصل داخل الوعاء الدموي بتظهر لي بشكل واضح جدا 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 في الكيرفات اللي زي كده، في اللي هي دي بسميها السبكتروجرام. فالحقيقه دي مفيده جدا. بس الحقيقه التكنولوجي دي الحقيقه رغم ان هي انا محدد بالظبط انا واخد منين وشايف الكلام ده على البي مود ايمج، عارف انا واخد منين بالظبط، بس اكشوالي قصاد الميزه دي بيبقى في عندي عيب، ان انا في عندي ليميتيشن على الماكسيمم فيلوسيتي، والاكيورسي برضه ما تبقاش بنفس الاكيورسي اللي هي بتاعت الكونتينوس ويف دوبلر. فهي فيها ليميتيشنز بس فيها برضه ميزه ان احنا بناخد من مكان معين احنا عاوزينه.